التوفيق بتاع ربنا في الاول وفي الاخر. بس ممكن السنين اللي فاتت كان يمكن انا وجهة نظري ان هي كانت الموضوع ان كواليتي لعيبه الزمالك كان في كابتن احمد الاحمر، كان في يحيى الدرع، كان في سيف الدرع، كان في حسن كداح مع كريم هنداوي، مش عايز انسى حد، في اسامي كبيره قوي يعني كانت كلها اساسيه في منتخب مصر. والزمالك كان ما كانش مش فكره ان هي سيطره، بس هو كان بيدخل بطولات افريقيا كتير، بياخد البطولات، بيجي وماتشات الدوري معانا، ماتش بيخلص في الاخر. بس يمكن الفكره كلها ان هي كانت انا بالنسبه لي كانت توفيق، وبعد كده مع الموضوع اللي هو الزمالك بقرب عشان اخر فتره هو بيكسب فبس. والحمد لله احنا مع كل ده برده كان بيجي وقت اللي هو بنكسب ماتشات، بناخد بطولات في وقت ان هو كان البيك بتاع الزمالك، او ان هي كان يعني كان احسن وقت في عناصر في الفرقه مع الزمالك. بس ربنا كرمنا امبارح الحمد لله بعد 4 سنين. احنا تعبنا الصراحه، بدانا الموسم ده من شهر 7 اللي فات، هدفنا الاول والاخير طبعا هو الدوري، لان دي البطوله اللي غايبه عننا. وربنا كرم الحمد لله، دايما امبارح اللعيبه كلها كانت رجاله يعني، وكنا نازلين اللي هو احنا اوتر على الماتش، الحمد لله ربنا كرمنا. انا بالنسبه لي دي البطوله الوحيده اللي ما خدتهاش مع النادي، هي اهم بطوله، ده الدوري يعني، ده اللي انت الموسم كله بتفضل قاعد بتلعبه اصلا. مؤهل لدوري ابطال افريقيا، فريق واحد بس بيروح دوري ابطال افريقيا، بيبقى ليك فرصه ان انت تلعب السوبر الافريقي وتروح كاس العالم للانديه. بطوله صعبه وطويله جدا، لعبنا الزمالك كذا مره، خسرنا وكسبنا. ماتش امبارح بالنسبه لنا الصراحه كان نقطه فرق فعلا في الجيل كله، ان احنا نحقق بطوله زي دي مع بعض وننهي سيطره الزمالك، لان هم بياخدوا بطوله بقالهم 4 سنين ورا بعض. فبس ربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا نعمل كده يعني. اعتقد انا بالنسبه لي كره حسن كداح اللي هي في الدقيقه 24 ونص، لان احنا كنا ناقصين وهم كانوا زياده، واحنا كسبانين 1، فهم اتعادلوا ولسه في الجيم واحنا ناقصين. فانا بالنسبه لي دي كانت او دي اكتر كوره انا كنت من جوايا عايز اصدها، علشان اللي هو خلينا في الجيم بس وخلينا واحنا ناقصين احنا كسبانين. وطبعا بينالتي كابتن احمد الاحمر بالنسبه لي برده جت في وقت مهم قوي في الدقيقه 58 واحنا كسبانين فرق 2، ولو جابها يبقى فرق 1 فممكن يتعادلوا ويكسبوا. بس فدول اهم كورتين بالنسبه لي. انا بالنسبه لي ما ركزتش عشان الماتش خلص او ان احنا كسبنا، والله ما كنت واخد بالي. الفرقة كانت بتحتفل بره، وحتى اللي في الملعب كانوا خلاص ساووا الملعب. انا لقيت نفسي صديت كورة التانية، ده بكر دخل فبحاول اصدها، صديتها، اكرم دخل صديتها، مش عارف يعني. بس هي حلوة الصراحة يعني، هي الكورة المفضلة بالنسبة لي في الماتش طبعا. بس كده كده توفيق من عند ربنا، انا فضلت مركز للاخر خلاص. بس هما ساعات بيقولوا 50 وساعات بيقولوا 80 وساعات بيقولوا هو فريق كله وساعات بيقولوا ملوش لازمة عادي. بس انا شايف ان هو هي المقوله بتاعت هو نص الفريق دي، صح؟ ساعات بيبقى الفريق مش موفق او مش فايق او مش مركز، فلو الجون فايق بيرجع الفرقه في الجيم تاني او بيخليهم يركزوا او ايا كان. ولو هو مش فايق وفرقه فايقه يعني دي بتشيل دي، لو بس نادرة لما الجون بيبقى مش فايق او مش مركز الفرقه تكسب، لان هو اخر حاجه يعني، هو اخر حاجه قبل ما الكره تخش في الجون. فلو اللعيبه عملت ايه والكره اتشطت ودخل الجون برضه مش هنوصل لحاجه. ف لا، هو جون نص الفرقه طبعا بمساعده الفرقه، لان الدفاع بيسهل عليا كتير طبعا يعني. انا امبارح بالنسبه لي طبعا الدفاع الماتش بالنسبه لي كان ملحمه في الناحيتين الصراحه. الدفاع هناك كان كويس، وكريم ده ما شاء الله كان كويس قوي، واحنا عندنا الدفاع الحمد لله كان كويس. فالدفاع بيسهل على الجون طبعا حاجات كتير يعني، هي مش واحد لوحده بصراحه، هي كل الناس مع بعض. هي شحنه كبيره جدا، اعصاب مش طبيعيه يعني. انا كنت ساعات بحس ان انا بروح وبضغط مع الماتش، بس انا كده انا في دماغي حاجه ان طول ما الجون هادي او مركز وفاصل نفسه عن الماتش وعن اللي بيحصل هو بيفضل في الجيم. كنت كتير قوي هبقى حاسس ان انا بتشد وهتعصب وهروح مع الماتش وخناقه، الناس اي واحد بيقع يخبط التاني مش عارف ايه. بس حسيت اللي هو لا، انا افضل هادي، وطول ما انا ان شاء الله في الجيم هنفضل يعني متقدمين ونكسب ان شاء الله. فينيو ريسيرت بصراحه بالنسبه لي انا تجربه، دي ممكن حاجه الناس ما تعرفهاش. انا كانوا خيروني من الاحتراف ان انا اكمل في النادي، وانا كنت الصراحه مايل لفكره ان انا اكمل في النادي، عشان انا كنت حاسس ان انا لسه ما عملتش حاجه مع النادي، او انا يعتبر من ساعه ما الطياره احترف انا ما كنتش بلعب في النادي. سافرت 6 شهور اعاره احتراف كده في بولندا ورجعت،
فانا اول سنه العبها السنه اللي فاتت ما خدناش الدوري، خدنا السوبر الافريقي، خسرنا الكاس، خسرنا دوري، خسرنا كاس الكوس. فكان بالنسبه لي الصراحه انا كان عندي فرصه ان انا احترف، وقررت ان انا هقعد قبل ما يحصل اي حاجه. كان معانا مستر داني قبل ما يجي ديفيد وفينيو، وقررت ان انا هقعد من ساعه ما ديفيد جه. ولما عرفت ان فينيو جاي، دي بالنسبه لي كانت حاجه كبيره جدا، لان هو كان معايا في المنتخب من 2019. بصراحه انا كان نفسي العب بطوله مع المنتخب وهو موجود، وما جاتليش الفرصه. انا لعبت البطوله بعد ما هو جه النادي، بس برضه بسبب ان هو كان معايا في النادي وانا اتطورت معاه، يمكن وهو معايا في المنتخب ما كنتش باخد نفس كميه التمارين ونفس التركيز ان هو يبقى مركز معانا، لان كان في المنتخب طبعا كريم هنداوي والطيار ومحمد علي. فكنا كريم بيلعب والطيار موجود معايا، وبيلعب ساعات محمد علي وانا مش موجود. فكنت بقى يعني كان هو مش بيفرق في التمارين، بس انا محتاج العب معاه ماتشات ومحتاج اخد خبرات جوه الماتش معاه. فالصراحه انا من وانا في المنتخب مقتنع ان هو يعني التصريح بجد اللي انا ما قلتوش لحد، ان انا كنت حاسس بعد ما اتعاملت مع الراجل ده ان انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الجون. والله انا كنت بصد بالفتره، اول فتره اصد احس ان انا بصد وانا فاهم انا بعمل ايه، كانت من ساعه ما فينيو جه معايا المنتخب. فينيو الصراحه هو يعني الميزه، اكبر ميزه فيه ان هو عارف امكانيات كل جون عنده. يعني هو بيتكلم معايا، انت طويل، جسمك كبير، ما ينفعش تعمل كذا، لازم تعمل كذا، هتصد بالطريقه كذا، لو صد يعني لو صديت هتصد كده بس، مش هتصد بطريقه تانية، لان انت اصلا جسمك كبير فقافل مكان كبير في الجون، غير جون قصير. يعني هو مش قصدي جون قصير، بس غير جون جسمه غيري. يعني هو كريم حاجات، انا حاجات، طاير حاجات، محمد علي حاجات، هو مش المعلومه مش هي هو بيعرف يوصل لي فكره ان انا هعمل ايه عشان اصد. حتى لو ما صدتش هيبقى شكلي كويس في الجون والكره بتخش فيها جون. يعني هي تفاصيل صغيره الصراحه، انا بجد فعلا ما كنتش اعرف عنها حاجه، ده بجد. لا زي ما انت تقول مش حاجه سهله خالص. ماتش اهلي والزمالك دايما بيبقى ملوش علاقه مين واخد ايه، يعني دي بطوله لوحدها، وهو ماتش بطوله يقرب للفرقه اللي هتكسب ان هي تاخد كاس مصر. بالنسبه لنا احنا اتفقنا امبارح، اسلام حسن اتكلم معانا، وديفيد ومحمد ابراهيم المدرب، وكلنا اتكلمنا ان الاحتفالات هتخلص بكره. احنا خدنا النهارده اجازه عشان الناس تحتفل، لان احنا ما كناش بناخد اجازه خالص. فهم اتكلموا معانا هتحتفلوا، الماتش خلصان الساعه 2، فاحنا اليوم راح اصلا ما احتفلناش. فتحتفلوا بكره مع اهاليكم، هتقعدوا في البيت، هتنزلوا وتعملوا انتوا عايزينه. من بعد بكره ان شاء الله في التمرين صفحه اتقفلت، نبدا نركز في ماتش الكاس، لان الزمالك هيبقى عنده دوافع كتير ان هو يكسب الماتش عشان ياخد كاس مصر، وعشان يعني يعوض الدوري. واحنا في نفس الوقت اتكلمنا ان احنا لازم ندي لنفسنا حوافز اكتر كمان، ان احنا ننزل الماتش بنفس التركيز وبنفس الروح، وبس ربنا يكرم ان شاء الله ونقدر نكسب الماتش ده ان شاء الله. لا وانا ان شاء الله لسه فاضل لي سنه مع النادي. انا بتمنى طبعا ان انا افضل احقق بطولات مع النادي. كفايه فرحتنا امبارح، وكفايه ان احنا بجد بنتعب قوي مع بعض احنا كتيم، ففرحه ليها طعم تاني خالص. فانا كان جالي اوفرز بعد كاس العالم بتاع المنتخب شهر 1، كلمت مع ديفيد وفينيو قالوا لي احنا محتاجينك. وانا في نفس الوقت بصراحه كنت انا بتكلم معاهم بحكي لهم اللي انا بقول لهم ان انا جالي عروض، بس انا من جوايا عايز اقعد في النادي. فانا مش ببص لاي حاجه دلوقتي غير ان انا اكمل السيزون مع النادي، ان شاء الله نحقق اكبر عدد بطولات نقدر نعمله. وهسيب موضوع الاحتراف ده الفتره اللي جايه، هو اكيد مفتوح، بس انا بالنسبه لي عايز اكمل في النادي اكيد. انا بالنسبه لي النظام الجديد، انا بحب ماتشات الزمالك بصراحه. يعني احنا بنفضل كل الفرقتين بيفضلوا مستنيين السيزون كله عشان يلعبوا الماتش ده. فانا ما عنديش مشكله في فكره ان احنا نلعب بعض كتير او ايا كان. فكره بيست 3 وكده برده ما عنديش مشكله فيها، بس الهاندبول غير الباسكت والفولي، لان حمل بدني مش طبيعي. الماتش اصلا بيبقى يعني مستحيل تلعب ماتشين ورا بعض اهلي وزمالك زي ما هم بيلعبوا يومين ورا بعض، او يوم وتريح يوم وتلعب التاني. بس انا مع فكره عادي ان كده الموسم بيبقى طويل وبيخلص شهر 5، فلما يبقى في عدد ماتشات كبير اهلي وزمالك دي بالنسبه لي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. الموضوع بيبقى احنا بنلعب فرق كتير قوي في الدوري، وطلعنا نلعبهم تاني، وبعد كده نلعبهم تالت، ولعبناهم رابع. انا بكلمكم فكره ان احنا ماتشات اهلي زمالك احنا بنبقى مستنيينها الفرقتين، وكل لعيب في الفرقتين بيبقى عايز يلعب الماتش ده. لكن فكره كنظام ان الدوري بيبقى طويل، وانا يعني انا كمان ما عنديش مشكله مع الفكره لو ممكن نعمل كده، بس نضغط الدوري شويه، لان احنا بنريح كتير، بنستنى حبه الدوري بيقف شويه، فبنضطر يعني
بنلعب ماتشات كتير قوي بتبقى مش اقوى حاجه، فالريتم بينزل لو انت عليك بالريتم عشان هتلعب الزمالك. ف بس انا كجون ما عنديش مشكله، اللعيبه اكيد بقى هما يعني حمل البنا بيبقى اعلى بكتير يعني. لا ديفيد بالنسبه لي من احسن مدربين في العالم طبعا، وباروندو نفس الكلام. انا محظوظ ان انا اتمرنت مع الاثنين بصراحه، هما بيضيفوا لي حاجات انا وانا جون، وهم ما لهمش اي علاقه بيا، لان الاثنين بص يعني المدرسه الاسبانيه بيعتمدوا ان انا مع اللعيبه، مدرب اجوان مع الاجوان من الاول للاخر، مستحيل يجي يكلمني الا بقى لو مثلا انا دخل فيها جون كارثي مثلا، الا لو غلطت غلطه كبيره جدا اثرت على الماتش. حتى في الاحتفالات ما بيحتفلش يعني، هو عازل الجون عن الفرقه، هو دايما بيقول لي كده ديفيد، بيقول لي هو ده انت لوحدك الفرقه لوحدك، مش عايز اشوفك بتكلم لعيب يعني، هتحمسهم هتزعق لهم هتتشد معاهم هتروح حته تانية، انا عايزك انت مركز. فده اضافه لي انا، دي بجد دي حاجه هو فينيو انا بالنسبه لي يعني كلامه معايا فيها من دي 1 دي بالنسبه لي كبيره. انما هو اضاف للفرقه طبعا، هو اتكلم في الروح، اتكلم في اضاف كتير قوي فنيا هجوميا ودفاعيا، بيصلح الاخطاء او يعني اول باول. هو بعد ما خسرنا ماتش الدوري اللي هو من اسبوعين قعد مع الفرقه، احنا عملنا كذا 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 غلط، ده مش هيحصل الماتش اللي جاي، ما حصلش ان شاء الله هنكسب، فحققنا كده فعلا، فالحمد لله. لا طبعا انا ما اتمناش اخسر اي بطوله، يعني زي ما بقول لك احنا انا واحنا وكلنا في النادي بنقاتل وعايزين او عايزين نقاتل على اكبر عدد من البطولات. بس لو انت عايزني ارد على السؤال ده قوي، وان انا اتخيرت ان انا ايه اكتر بطوله بالنسبه لي ممكن مش مهمه، او ممكن لو خلاص انا لازم هخسر فاخسرها، ممكن اخسر كاس مصر الصراحه، مش عشان حاجه او مش تقليلا من البطوله، بالعكس احنا زي ما بقول لك هنموت ونكسبه برضو. بس دي السوبر الافريقي تروح كاس العالم للانديه، كاس الكوس يأهلك للسوبر الافريقي السنه اللي بعديها، وفي نفس الوقت احنا خدنا الكاس اخر 3 سنين، او يعني خسرنا السنه اللي فاتت بس كسبنا قبلها 3 سنين بس، فممكن دي بطوله اضحي بيها يعني.